أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الحق يقول لهم أين شركاؤكم. كلمة أين شركاؤكم استفهام من الله، والاستفهام من العليم لا يقصد منه علم القضية، وإنما يقصد منه الإقرار من المسؤول. وإحنا قلنا زمان إن السؤال يرد مرة من التلميذ لأستاذه ليعلم ما يجهل، ويرد مرة أخرى من الأستاذ لتلميذه لا ليعلم ما لم يعلم ولكن ليقرره بالمعلوم. فإذا سأل الله خلقه أيسألهم ليعلم؟ حاشا لله، إنما يسألهم ليكون سؤال إيه؟ إقرار. والإقرار هنا تبكيت، لأن ملوش جواب، لأن ما فيش شركاء. فلما يقول لهم أين شركاؤكم يبقى معناه استبعاد أن يوجد شركاء، يبقى يبكتهم على أنهم أشركوا بالله ما لا وجود له. ثم لم تكن فتنتهم، احنا قلنا الفتنة الاختبار، والاختبار ده كان في الدنيا ويكذبوا على المؤمنين يقولوا احنا مؤمنين احنا مش عارف ايه، انما لما يجي ربنا هو اللي يقول اين شركاؤكم يبقى ده اختبار ايه؟ اختبار قاسي قوي. ليه؟ لانهم ان كذبوا على الناس ما يستطيعوش يكذبوا على مين؟ على الله. يبقى لم تكن فتنتهم الحقيقية، فتنوا كثيرا واختبروا كثيرا، انما الفتنة الحقيقية هنا بقى حين يسألهم اين شركاؤكم. فلما يفاجأوا بالحق سبحانه وتعالى يقول لهم اين شركاؤكم وهم لا شركاء لهم في الواقع والحقيقة، وانما كانت دعوة للتملص من موجبات الايمان، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى نطقوا ولا ما نطقوش؟ لكن في آيات من القرآن تدل على أن مثل هؤلاء يقول الله في حقهم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وهذا نطق ولا مش نطق؟ أم قال لك لا ينطقون نطقا مقبولا. يبقى تخريف، تخريف من الحيرة والدهشة لما فوجئوا كده. ولذلك احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى قال للذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم صنعوا للإنسانية زي ما بيقولوا، وبعد ذلك يستبعد كثير من الناس أن لا يسابوا. نقول لك لا، أسيبوا ممن عملوا لهم، عملوا للدنيا وسيبوا خلاص، يبقى محدش ظلم. لكن الكلام ده في جزاء الله الذي لم يكن في بالهم الله. ولذلك ايه ربنا يقول ايه؟ أعمالهم كسراب بإيه؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. المهم مش دي ريته ما وجدوش شيء وانتهت، ووجد الله عنده، فوجئ بالحق الذي لم يكن في باله، فوجئ. يبقى تعمل دهشة عنده وحيرة ولا لا؟ قال لك دي تتلخبط، ادي الفتنة الحقيقية. يقولوا ما يقدروش يقولوا ابدا اننا كنا مشركين، يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين. اي ما كنا مشركين شرك من قلوبنا وان كان بلساننا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وايه وعلوما. نقول له تعالى بقى لما يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، تلك قضية، هذه القضية صدق ولا كذب؟ نقوم نقول له ده كذب. طب لو قالوا صحيح يا رب كان لنا شركاء، يبقوا صدقوا ولا ما صدقوش؟ طب ليه ما كانوش يقولوا احنا عاقبنا وقلنا العملية دي يمكن يدخلوا في يوم ينفع الصادقون صدقهم؟ يقولوا لا، هو الصدق بتاع يوم القيامة ده ينفع؟ ده صدق اضطرار وصدق الزام وصدق قهر، لا يملك ان يكذب. ليه؟ لان الكذب عايز عملية ذهنية. ايه يعني عايز عملية ذهنية؟ قال لك الصادق يستقرئ حقيقة واقعة، إن ذكرها ألف مرة فهي لا تختلف. ليه؟ لأنه بيستوحي إيه؟ بيستوحي واقع.
هو نفسه حصل. انما اللي مش واقع ده لما يكذب في امر يقول وقع وهو لم يقع يبقى ما بيستوحيش واقع. ما هوش عارف بكره لما تيجي تساله كان قال ايه النهارده يوم يقول ايه حاجه تانيه. يبقى الكذب عايز ايه؟ الكذب عايز عمليه. ولذلك ان كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا. افتكر قلت ايه احسن. الكذب ده غير واقع وبكره لما تنسيه يمكن تغير. ولذلك هو عمل المحققين في النيابات وفي القضاء ايه بيعملوا ايه؟ ما هو يقعد يدوخ الشاهد كده علشان ايه؟ يخليه يعطر في الكلام. مش هي دي كده؟ لانه لا يستقرئ واقعا. ودي عمليه بتتطلب من الانسان مجهود عقلي مركب. ايه المجهود العقلي المركب؟ قال له لان ما فيش واقع يقوم بده يعمل واقع. لما يعمل واقع هيخلقه من جديد. يخلقه من جديد يبقى عايز يعمل له واقعه الخارجي وواقعه الكلامي. يبقى عمليه عقليه مركبه تبقى ايه؟ متعبه. ولذلك لما يريد المحقق ان هو ياخد حقيقه ماذا يصنع؟ يقول لك دوخ اللي انت عايز تاخد حقيقته طول الليل. ساعة ما يجي ينام كده رش عليه ميه ما تخليش ينام. وتعالى الفجر بقى كده لما يبقى خائر القوة يدوب عنده من مقومات الحياة ما يستمسك به حياته. ما عندوش حاجة تديها دم عشان يعمل له مكر. يبقى يرضى يقول الحقيقة على طول. يقول الايه؟ يقول فلما دول يفاجئهم كان الاصول يقولوا ايه؟ مش يقولوا الواقع؟ أم قال لك لا ده هم علقوا على الكذب. علقوا على الايه؟ حتى في هذه الموقعة ايه؟ كذبوا. ولذلك في آية تانية يقول ويوم نحشرهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون له. طب انت بتحلف على البشر اللي من الممكن ان تدلس عليهم انما تحلف لربنا؟ طب ده مش ممكن تدلس عليه. طب ما ده الخير تبقى فتنة الكبرى دي ولا لا؟ لم تكن فتنتهم الحقيقية ان جاز ان تكون هناك الفتن بسيطة 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 الا ان دي فتنة ايه؟ فتنة حقيقية. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يا سلام. قول الله لرسوله انظر في عملية ستحدث يوم القيامة. خد الدقة بقى هنا ايه؟ انظر ده العملية هتحدث فيه وده إخبار من الله بما يحدث. يبقى ينظر ايه؟ ده لسه كلام حي ايه؟ وبعد ذلك انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ده هم كذبوا ولا يكذبون؟ لسه سيكذبون. سيكذبون. الله قال لك ايه ده المسألة فوق كده خالص. ساعة ما ربنا يقول يبقى كأنها أمر واقع مرئي. إذا قال الله يبقى كأنها ايه؟ أمر واقع مرئي. وما دام يقول ربنا كذبوا وإن كانوا سيكذبون يبقوا كذبوا. ليه؟ لأن الأفعال حين يتكلم عنها الحق سبحانه وتعالى تتجرد عن زمانيتها. ما فيش حاجة عند ربنا ماضي للماضي وحال للحاضر ومستقبل. ولذلك قلنا زمان افتكرهم في قوله أتى أمر الله. أتى دي مش فعل ماضي؟ ماضي. طب كيف يقول فلا تستعجلوا ما دام أتى يا رب؟ طب ده لا نستعجل إلا ما لم يحدث. وانت قلت ده جه أتى تبقى تقول لا تستعجلوا. طب ده احنا لا نستعجل إلا شيئا لم يحدث. يوم يقول لك إذا قال ربك أتى فقد أتى انتهى. ليه؟ أم قال لك لأن الذي يخرج الكلام عن واقعه الأدائي قوة أعلى من المتكلم ولا قوة أعلى من المتكلم ولا شيء يعوق المتكلم عن ان يفعل. احنا نقول ما نقدرش نقول على فعل هيجي بكره انني فعلت. ليه؟ لجوازي ان ايه؟ ان بكره ما يجيش عليا خالص. بكره يجي عليا ولا يجيش على اللي هقابله. انا قلت ايه؟ اقابل غدا فلانا لاكلمه في الامر الفلاني. نقول له تعالى بقى عشان تشوف انك انت مجازف. اقابل انت ما تضمنش انك توجد بكره.
وافرض انك ضمنت ان توجد بكرة، ما تضمنش اللي هتقابله يوجد بكرة، تضمن دي لأكلمه في الأمر الفلاني، يمكن السبب يتغير وتقول ما فيش ضرورة بقى للكلام، كنت عايز تكلمه في أمره وجالك بالليل خبره، يبقى ما يجيش الأمر. الله، طب افرض ان انت موجود واللي هتكلمه موجود والسبب لا يزال قائم، أتوجد لك قوة أن تذهب وتقابله؟ تضمن دي؟ تبقى أنت بتجازف وتقول كلام لا تملك فيه شيئا أبدا. يبقى العاقل بقى اللي ما يقدرش على حاجة ومش ضامن أنها تحدث لأنه ما عنده السبب من قبيلته، يقول إن شاء الله. ولذلك لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، تبقى خرجت من دائرة إيه؟ من دائرة الكذب. انظر، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول له ربه انظر على أمر لم يأتي زمان النظر فيه كأنه أمر مرئي. وكذبوا مش سيكذبون، لا ده هو قال كذبوا يعني ايه؟ يعني كذبوا، كذبوا على أنفسهم. الله، لأنك قد تكذب لصالحك، إنما كل كذب أمام الله، يبقى عليك أنت لا لك، عليك أنت لا لك. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم ما كانوا يفترون. المعنى العام في ضل عنهم، ما هو قال أين شركاؤكم؟ قالوا ما كناش مشركين، لأنهم ما يقدروش يشوروا على حاجة أولى وشركائهم، فيبقوا غابوا شركائهم ولا لا؟ شركائهم مش موجودين خالص. وضل عنهم يبقى إيه؟ غاب عنهم شركاؤهم اللي كانوا بيفتروا، ما وجدوهمش. لا يضل بمعناها غاب، قال لك آه ما قالوش إذا ضللنا في الأرض، يعني دبنا بقينا تراب كده وبقينا سحنا في الأرض، إنا لفي خلق جديد، يعني تغيبنا في الأرض وعناصرنا اختلطت مع عناصر الأرض وتفرقنا وبقينا رفعوا، إذا ضللنا في الإيه؟ في الأرض، يعني غبنا في إيه؟ في بطن، إنا لفي خلق إيه؟ جديد. أيوه، الذي أنشأها أول مرة، يجيبكم أوي يدبقكم من هنا ومن هنا وتيجوا خالص مفيش حاجة. إذن كلمة ضلة لها معاني متعددة، معناها هنا غابة، لأن لما ربنا قال أين شركاؤكم قالوا لا ده احنا ما كناش مشركين، يبقى منعوا أن يوجد إيه؟ خلاص، يبقى ضل عنهم يعني غاب عنهم. وغاب عنهم في الوقت الذي تعبد الآلهة من أجله. انت بتعبد الاله ليه؟ علشان ينفعك في اليوم دي، ولا ما انتفع، يبقى غاب عنه في الوقت اللي ايه؟ اللي هو كان فيه محتاج. وكلمه ضل اللي هي الضاد واللام المضاعفه بتاتي لمعان ايه؟ متعدده. ليه يقابلها هدى؟ ضل واهتدى، ضل واهتدى. طب ضل يعني ايه واهتدى يعني ايه؟ اولا ضل يعني لم يذهب إلى السبيل المؤدي للغاية، واهتدى يعني ذهب إلى السبيل المؤدي للغاية. يبقى الهدى إيه والضلال إيه بقى؟ أحلقناها في الفعل، ضل واهتدى. يبقى الهدى هو إيه؟ الطريق الموصل للغاية من أقصر أبعاده، هذه واحدة، ده الهدى. والضلال عكسه. طيب الضلال هيبقى عكس الهدى، الهدى الطريق وصل الغاية يمشي ايه؟ قصدا. واللي مش عارف الطريق الموصل للغاية يبقى ضل، بس ضل مع وجود الطريق الموصل للغاية هو سابه وراح لغيره، ادي واحدة. ولا هو مش معرفش الطريق الموصل للغاية فخبط خبط عشواء، يبقى لما يقول ان عنده الطريق الموصل للغاية ثم عدل عنه وذهب الى طريق لا يوصل للغاية، نقوم نقول ايه ده الكفر بقى. خلاص، يبقى لما نتكلم على الذين كفروا ضلوا ضلالا ايه بعيد ولا ضلال مبين. الله، ليه؟ لان عندهم إيه؟ الطريق وما سلكوش. يبقى اذا الضلال الاول وجود طريق الهدى فيعزف الانسان عنه الى طريق الايه؟ الضلال، ادي واحده. طب وان كان مش الضلال في القمه، هو في ايمان، في الايمان
بس مطلوبات الإيمان ضعيفة عندك، مرة تعمل دي ومرة تعمل دي. ومن يعص الله فقد إيه؟ ضل. يبقى برضو في ضلال ولا لا؟ بس ضلال دون ضلال، مش في ضلال القمة بقى. يبقى إذن الضلال طريق لا يؤدي إلى الغاية، الهدى طريق يؤدي إلى الغاية. طب الذي ضل أعنده طريق يؤدي إلى الغاية فتركه وذهب إلى الآخر؟ نشوف أفي القمة هو يبقى ده الكفر، أفي غير القمة يبقى المعصية. طب افرض إن هو ما يعرفش طريق الهدى، وبعدين هو ماشي كده خبط عشواء، يبقى ضالل بقى ولا مش ضالل؟ افرض إنه نسي، يبقى برضو ضالل ولا مش ضالل؟ إنما أهناك طريق للحق واضح وتركه؟ يبقى إذن لما يجي سيدنا موسى يقول له إيه؟ ائت يا فرعون فقولا إن رسول رب الإيه؟ العالمين، والحكاية بقى بتاعته، ويقول له أوه ألم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني قتل الراجل، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ما تفتكرش ما تقولش ضالين، يعني كان عنده طريق هدى ثم ترك طريق الهدى وذهب إلى إيه؟ إلى طريق الضلال. ما كانش لسه نبئ ولا كان عنده حاجة أبدا، ما فيش حاجة. لما يجي يقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله، إذن الهداية مترتبة على أنه ما سلكش الطريق لأنه ما يعرفش، ما فيش حاجة لسه. يبقى المنهج جه امتى؟ بعدين. مش كان عنده منهج فساب المنهج وراح لحتة تانية؟ يبقى ما تقولش بقى ان رسول الله كان ضل بالمعنى اللي هو ايه الاولاني، وما فيش عنده طريق يبين له الحق وعايش كده. هو صحيح ما بيعملش اعمال الوثنية، انما طب يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ مش عارف يعمل. يبقى ده اسمه ايه؟ ادي نوع من الضلال. يبقى الضلال ايه؟ قد يقصد به الكفر ان وجد طريق للحق وللهدى ثم يعدل عنه الى غيره، خلاص. وقد يكون المعصية برضو ان وجد طريق للطاعة مفصلة ثم يعدل عنه الى الايه؟ الى المعصية. وقد يكون الضلال عشوائي، ما عندوش طريق وساب الطريق ده وراح للتاني، او يكون الضلال نسيان، ولما مدام نسي الحقيقة ونسي الامر يبقى ما وصلش للحقيقة، ومدام ما وصلش للحقيقة يبقى ضل ولا لا؟ يبقى ضل. يضل بالمعنى انه بالمعنى الثاني. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ فإن لم يكن إيه رجلان إيه؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليه يا رب اثنين؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل ومدام تقابلها فتذكر، يبقى كلام نسيان. ليه؟ لأن المرأة مش من شغله أنها إذا رأت معركة أو خلافا بين الناس أن تضع أنفها في كل شيء، بل هي تعمل الأعمال كده سطحي، تسمع سطحي، إنما ما عندهاش الإيه؟ الدقة. فالصورة ما تكتملش عندها. يبقى واحدة تانية تقول لها لا ده أنت فايتاك كذا، مش حصل كذا وكذا 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 وكذا. ليه؟ لأن مش شغلتها إنها إيه؟ تندس وتعرف المسائل، لأنها مبنية على الصيانة، مبنية على التحرز أن توجد في مجتمع فيه شقاق أو فيه أناس. وضل عنهم اي غاب عنهم ما كانوا ايه يفترون. ليه بقى؟ طب ما ناخدهاش من الضلال ليه؟ ام قال لك لان اللي ضل اللي اتخذوا شركاء، اللي ضل اللي اتخذوا، انما الشركاء نفسهم غايبين دلوقتي، ويمكن يتخذوا شريك ملوش دعوه في الحكايه دي خالص. الم يتخذوا شريكا لله اللي هو مثلا عيسى وكذا ويقولوا كذا؟ طب وده ذنبه ايه؟ الله، الاصنام دي ذنبها ايه اللي عبدوه؟ الاصنام ذنبها ايه امام اللي عبدوه؟ ملهاش ابدا. للمغالي جزاؤه عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. الحجاره بتقول كده، عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، لان القائم في السحر قد يجيء منه خطا، انما دول ما بيجيش منهم خطا ابدا، لانهم مسخرين للتيسير كلهم بالتسيير.
طب عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين. دي الحوار اللي حدث بين غراء بين غار حراء وغار صور. أم كم حسدنا غار 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 حراء اللي النبي كان بيتعبد فيه والغار صور اللي النبي ايه اختبأ فيه في الهجرة. فصور بيقول كم حسدنا حراء حين ترى الروح أمينا يغزوك بالأنوار. ربنا جاب لنا برضو حظنا وخلاك تيجي عندنا هو. يعني هم كانوا بيحسدوا مين؟ كانوا بيحسدوا حراء. فربنا لما جاب الهجرة خلى النبي يروح فين؟ يروح غرسه. فصور بيقول كم حسدنا حراء حين ترى الروح أمينا يغزوك بالأنوار. فحراء وصور صار سواء به مشفع لدولة الأحجار. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار. تخذوا صمتنا علينا دليلا. كمان ما بتكلمش. فغدونا لهم وقود النار. قلنا يا رب احرقهم بنحره. اعمل وقودها الحجارة عشان احنا اللي نحرقهم. اللي كانوا بيعبدونا احنا اللي هنحرقهم. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار. اتخذوا صمتنا علينا دليلا. فغدونا لهم وقود النار. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوا على ابن مريم والحواري. للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. يبقى كلمة وضل عنهم ما كانوا يفترون ما تقولش اللي كانوا بيتخذون شركاء ضلوا. لأن هم ذنبهم ايه؟ اتخذوهم شركاء وهم عملوا حاجة. ده اللي ضل ولا اتخذ الشريك. انما المتخذ شريك يبقى ده له ذنب. يبقى من الذي ضل؟ اللي هم. اذا ضل بمعنى انه ثبت طريق الهدى يقال لمن اتخذ الشريك. انما الشريك المتخذ لا يقال ضل لانه ما له ذنب في الحكاية. انما ضل غاب عنهم لم يعد له وجود في ذلك اليوم الذي كان يجب ان يكون له وجود فيهم عشان يحميهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع اليك. احنا قلنا ان الصورة كلها جاية في المسألة المتعلقة بمكة اللي بيجابه فيها قضية الايه الوثنية والاصنام والشرك فيها. فبيقول ومنهم من يستمع اليك. يستمع إليك قالك لأن أيوة المعجزة كلامية فيه معجزة ترى ومعجزة تسمع. فمثلا معجزة شق البحر بالعصا دي إيه؟ متعلقها الإيه؟ متعلقها الرأي. طب معجزة الأكمة والأبرص برضو الرؤية. لكن معجزة صلى الله عليه وسلم مسموعة. أم قال لك لأن السمع هو آلف أدوات الإدراك للنفس البشرية. آلف ليه؟ أم قال لك لأن احنا قلنا زمان أن السمع هو أول حاسة إدراكية تتنبه في الإنسان. ساعة ما يتولد كل وسائل إدراكه لسه ما تؤديش مهمته إلا السمع بس. ولذلك يحبوا يجربوا ويقول لك يجي للوليد مثلا زي ما قلنا ويعمل ايده بصبعه كده عند عينه ما يرمش لانه هو مش شايف لسه. على يقعده 3 ايام لحد 10 على ما يتربى عنده ايه البص. انما تسقط او تتسقط يبقى اول حاجة بتتربى فيه ايه هي السمع. واول خطابات الرسل كلهم السمع مش الرؤية. كويس. والسمع هو أداة الإدراك الوحيدة التي تستصحب وقت النوم. برضو تفضل بتؤدي مين؟ العين مغمضة ما تشوفش. إنما الودن عندها إيه؟ استعداد. لأن بها آلات الاستدعاء. آلات إيه؟ الاستدعاء. ما تفقدش مهمتها في ساعة مين؟ ساعة النوم. ولذلك افتكرم ان احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينيم اهل الكهف مدة 300 سنة وايه و9 قال لك دولي في كهف والكهف فيه في جبل في صحاري وفيه بقى رياح وزوابع واعاصير ووحوش وده بيجعر وده يعمل.
فلو أن آذنهم على طبيعتها كانوا يبقوا يقلقوا ما يبقاش نوم سبات أمل ما ينامش. قال لك ولذلك شوف الدقة، فضربنا على آذانهم في الكهف، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين على رأس ثم بعثناهم. يبقى إذن المعجزة محمد صلى الله عليه وسلم جت من الجهة السامة، لأن كل رسول وإن جاءت معجزته لما يجي يبلغ يبقى السامة، يبلغ يبقى إيه السامة. ولأنك حين تثقف وتقرأ بعينيك لازم تكون سمعت بودنك الأول، وإلا تقدر تقرأ وتتكلم من غير ما يقول لك ألف وديب، لازم تسمعها الأول تعرف صورتها الأول وتعرف كل حاجة. يبقى لازم كله مترتب على إيه؟ كله على معجزته صلى الله عليه وسلم بسيد الأدلة في وجود التكوين الإنساني لوسائل الإدراك. بقول لك وإذا ومنهم من يستمع إليك، في فرق بين من يسمع إليك ومن يستمع. يسمع زي ما أي واحد يقول كلمة والكل يسمع، إنما يستمع يتعمد بقى أنه يازم يبقى منه عمل أنه إيه أنه يستمع. طيب أنت ساعة ما تيجي واحد يتكلم، ألك للسامعين خيار في أن لا يسمعوا؟ إنما لهم خيار في أن لا يروا. ساعة ما أنت عايز تشوف حاجة تعمل كده، إنما طب قول لي حاجة في الودن بقى ساعة ما تشوف تسمع حاجة تعملها إزاي؟ يعني تعمل إيه؟ تجيب صابعك برضو ما يمكنش يمنع الله، برضو مش ممكن. الله، يبقى إذن السمع هو ده إيه؟ ومنهم من يستمع إليه. يستمع ايه؟ لازم يستمع القرآن، لان هو المعجزة بتاعته كلامية بيانية. من يستمع اليه، وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه. ما هي الاكنة؟ اكنة، الاكنة جمع كنان والغطاء، غلاف كده. واذنهم فيها وقر، فيها ايه؟ صمع. تقول له الله، طب هي اللي تيجي الاول، ما تم كلمه ان يفقهوه يبقى الممنوع ان يفهموا، وما دام ان يفهموا يبقى لازم يسمعوا الكلام. بقول لك بس ما فقهوش. ام قال لك ما هو اول ما يقول قد يقول كلاما ما يخرجهمش على الله، انما لما يعرفوا انه عايز يحصرهم بقى وياخدهم انتهى. يبقى دي هو قالوا وفي قلوبنا في اكن، هم قالوا كده قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. الله، إيه الحكاية دي؟ أم قال لك طب ما الناس كلها تسمع النبي، واحد سمع فاهتدى وواحد سمع ما اهتداش. أم قال لك ليه؟ أم قال لك يجب أن تفرق بين الفاعل للفعل والقابل للفعل. قد يوجد الفعل ولكن يوجد له قابل هنا فيؤتي ثمرته، ولا يوجد له قابل هنا فلا يؤتي ثمرته. ازاي؟ عندك ولدين تقول لهم قوموا من بدري، استيقظوا، اتوضوا، وصلوا، وغيروا رؤكم، وتنكوا رايحين على المدرسة ومش عارف ايه، واحد وواحد تاني خد الكلام من هنا، ان كان خده من هنا وطلعه من هنا يمكن ما خدوش خالص مثلا. الله، يبقى اذا الفاعل واحد ولا لا تكلم، انما القابل مختلف. فما تقولش ان ده تقصير من الفاعل، انما عدم قابلية من القابل. يبقى اذا الفعل يكون واحدا ولكن القابل يختلف. طب أهم كانت ناس تسمع القرآن تخر له ويسمع القرآن؟ ماذا قال أنون نستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا إيه؟ ماذا قال آنفة؟ وقال إيه يعني؟ الله، وناس إيه؟ اتخذوا بالبلاغ، وناس يقول لك إيه يعني قال إيه؟ الله، يبقى المتكلم واحد
والمتكلم به واحد، المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتكلم به كلام الله، وبعد ذلك السامع مختلف. ففي سامع بياخد الكلام يتأثر به، في سامع في أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، هو قال إيه؟ الله، يوم ربنا يرد بقى. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفة، قل ردا عليه، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ليه؟ قال لك ده أمر منطقي، لان ما دام ناس مؤمنين وعايزين يعرفوا حقيقه الايمان وحقيقه الوجود ده ازاي وحقيقه ايه اللي نرتبط به ونفسهم مستشرفه الى ان يعلموا، ساعه ما يسمعوا القران يقول يا سلام ده جاي يدينا اللي احنا عايزينه، واللي عايزين يبقوا الهه في الارض ومتجبرين ومش عايزين يلزموا نفسهم باي منهج، ساعه ما يشوفوا اي كلام هياخد منهم السيطره دي والجاه يعملوا ايه؟ يبقى ده كلام طبيعي ولا لا؟ احنا كنا افتكروا ضربنا مثل زمان عشان نفهم الفرق بين الفاعل والقابل، دي بيترتب عليها اشياء كتيرة قوي. فقلنا مثلا الواحد منا يستيقظ في الشتاء صباحا ويجي يخرج يوم يلاقي الجو ايه برد قوي، يوم يمسك ايديه ويعمل ايه وينفخ في ايديه، بينفخ فيها ليه؟ علشان يدفيها وتقدر بس تتحرك. طبعا عرفني بقى نفخت لتدفي. طيب وجي لك كوباية الشاي لقيتها سخنة، لقيتها بتبرد، الفعل واحد ولا لا؟ ولكن القابلة مختلفة. اوعى تقول كلهم سمعوا القرآن، نقول هو القرآن مسموع من متكلم واحد خلاص، ولكن القابل له مختلف. وعلشان تعرف ان القابل هو اللي بيتأثر ولا بيتأثرش تقوم تقول ايه؟ فيه فرق بين واحد نظر في الكون بفطرته كده فوجد ان ده كون ايه، ده دقيق الصناعة، ده الواحد منا على ما بيجيب لمبة نمرة 50 ولا لمبة ولا فرونست ولا بتاع بيدوخ الدنيا على ما يروح يجيب المش عارف ايه، وبعدين يشوف حاجات كده كوكب عمال يضيء العالم كده كله ولا له صيانة ولا له مش عارف ايه ولا لا ايش الحكاية دي، يقول لك بقى ده كله كده مش ممكن. واحنا قلنا زمان اللي بيخترع الشمعة بس عرفنا عن نفسه قال ده انا اخترعتها ولقيتها عملتها من مادة كذا وحطت الفتيلة فيها وعملت كذا، بقى اللي عمل الشمس ده ما يقولنيش على نفسه؟ وده معقول يا ناس؟ مش معقول. يبقى واحد بقى الكون نفسه سده علشان يعرف ايه قصته، ايه قصة خلقه، يقوم ساعة ما يجي واحد يقول له انا ساحل لك هذا اللغز واسمع مني يقوم يرهف ايه اذن وقلبه عايز، التاني مغمض عن الحكاية دي يقول انا ما نش عايز اسمع السيرة دي لان انا عايز ابقى جبار في الارض واعمل اللي على كيف. يبقى القابل مختلف ولا لا؟ يبقى القابل مختلف. ومنهم من يستمع اليه، اهم مثلا يجتمع الصناديد بقى، صناديد قريش مثلا، ابو جهل، ابو سفيان، النضر بن الحارث، الوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيع، حرب بن أمية، صناديد، كلهم صناديد الله. وبعد ذلك يجتمعوا يقولوا ايه الرأي في الكلام اللي بيقوله محمد ده، يقولوا قل لنا يا نضر ايه الحكاية بتاعت الكلام اللي بيقوله محمد ده، والنضر ده كان لسانه لمب وبيروح في رحلات بره لبلاد الروم ويجيب لهم قصص ويقعد يقرا زي ما كانوا يقعدوا زمان في الريف كده يقرا قصص ابو زيد ويقرا في قصص مش عارف ذات الهمة ويقرا في عنترة، هو يجيب لهم شويه كتب من القصص دي واسفنديار ومش عارف ايه ويقعد يقول لهم ظن. اما قال لهم والله، قالوا انت سمعت الكلام اللي بيقوله محمد؟ ايه اللي فهمته منه؟ قال والله ما ادري ما يريد الا انه يقول اساطير الاولين كما كنت احدثكم به عن اخبار الماضين من الكتب. فابو سفيان قال له لا لا ما قالش الا الحق، هو قال الحق. ابو جهل قال اسكت انت ولا حق الله المسألة. ومنهم ايه؟ من يستمع اليك، وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا، ومش الجعل ده
افتيات من الله عليهم بحيث كانوا مقهورين لأن يفعلوا ذلك، لأن الله جعل، بل طبع الله عليها بإيه؟ بكفرهم، يعني بسبب إيه؟ يبقى الكفر يجي أول وبعدين يجي الإيه؟ الطبع. زي ما تيجي واحد تنصحه بأي نصيحة ومش عارف إيه وتقول له اعمل كذا واعمل كذا، يقول لك لا ما، يقول له اشبع منها اعمل له. اللي تنصحه من الصبح للظهر ولا يتنصحش اعمل له إيه؟ أم قال لك كمل له بقية النهار غش. مش انتم مطبوع على يعني ما بتؤمنوش؟ انا حزتكم مرض في قلوبهم مرض، انا عايز اشبعكم من الحكايه دي. فزادهم الله ايه؟ فزادهم الله مرض. مش انتم عايزين ايه؟ خدوه، انتم حرين. يبقى المفهوم في قوله وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا، لم يكن الجعل افتياتا عليهم لانه جعل ذلك فكان منهم ما كان، وانما جعل ذلك لان الله طبع على قلوبهم بسبب كفره. يبقى هم اللي كفروا ام ربنا طبع على ايه؟ على قلوبهم. وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذا أساطير جمع أسطورة، يعني الشيء يسطر ليتحدث به من العجائب والخرافات الوهمية والإيه والأشياء. نقول لهم أنتم مقفوشين، يعني القرآن أفيشكم في حاجات كتير. لما تيجي تقول أساطير الأولين وبعد ذلك تيجي ما إن كنت كذوبا فكن زكورا، يوم يقول ايه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، انت بتتمنى ليه ان القرآن ده ينزل على رجل من القريتين عظيم؟ اذا القرآن ده عجبك قوي، بس اللي مضايقك قوي انه نزل على محمد. يبقى مش اساطير اولين ولا اي حاجه، مش اساطير اولين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا احتجاجكم على أنه أساطير الأولين مش أساطير الأولين، لأن كنتوا عجبكم القرآن. وكيف لا يعجبكم القرآن وأنتوا لما تقعدوا كده يقعدوا بعض يزموا بقى في محمد وفي القرآن وبعدين ينصرفوا يروحوا. لما يروحهم يلتفتوا يلاقوا ظبطوا بعض عند شباكه صلى الله عليه وسلم، عمالين يشوفوه بيات القرآن كده. أمة بيان، يعني يعجبهم الأسلوب ويعجبهم الكلام والبتاع. يوم يروح إيه فلما تراءوا عللوها ببريد الأعذار، قالوا انتهينا ليه؟ قالوا والله أصلا كنت بزوق خالتي، وده يقول أنا أصلا كنت بعمل مش عارف إيه، وده يعمل إيه ولا الله. عذرهم حسنهم. فلما تراءوا عللوها ببريد الأعذار، إنما يروح قدهم يسمعوا ولا لأ؟ قدهم يسمعوا. إنما المطلوبات بتاعة القرآن هي اللي صعبة، فالمسألة مسألة المطلوبات، ومش عايزين ينفذوا هذه المطلوبات لأنهم عايزين يظلون في السيادة، يظلون في الجبروت، يظلون في القهر للغير، كل دي. والقرآن حيجي يسويهم بالإيه؟ يسويهم بالناس، وهم مش عايزين كده. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ولذلك حين توجد حادثة قسرية تتعلق بالعواطف واستمالتها وتنفي عنها سلف الكبرياء عن الاستماع، تلتفت تلاقيه على طول خالص. عمر ألم يذهب إلى أخته لما بلغوا أنها أسلمت وجوز أخته أسلمت ومش عارف إيه؟ وبعد ذلك ما الذي حدث؟ مش لقى فيهم صحيفة ولقى مش عارف إيه؟ هاتوا الصحيفة وحصل يلقى ضرب مين؟ فلما ضرب أخته أسال منها الدم. إسالة الدم من أخته دي عملت إيه؟ حركت العواطف بتاعة الأخوة فيه. تحريك العواطف بتاعة الأخوة فيه عملت إيه؟ راحت واخدة وياها صلف العناد. فلما خد الصلف العناد وياه وقعد يسمع لقى كلام، الذهن بقى عنده إيه؟ استعداد، والقلب بقى فيه إيه؟ راحة الإيه؟ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينأى يبتعد عن مطلوب الرسول، دي منزلة مش عايز يهتدي.
انما يجي ينهي غيره بقى بقت عملية مركبة. اولا ضل في نفسه فنأى عن الرسول، ثم ارتكب جرما اخر هو اضلال غيره بانه نهى عن انه يتبع الرسول، يبقى عمل كم جريمة؟ عمل جريمة. والذي يدل على كذبهم فيما انهم يوصفوا القرآن بالاساطير انهم هم لما يجوا يوصوا بعض يقولوا إيه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله، اذا هم واثقين تمام الثقة انهم اذا سمعوا للقرآن بدون تحيز ينغلبوا وتقهرهم الحجة وتلزمهم الآيات البينات. يبقى المسألة نعمل ايه؟ لا نسمع للقرآن. طيب وإن فرض نفسه علينا كده وقاعد زي ما ابن مسعود قاعد يقرأ كده وبتاع، أم ألغوا في شوشره عليه؟ يبقى كلهم يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، دليل على أنهم يعلمون أن للقرآن حلاوة وطلاوة وتأثير، ولو تركت آذانهم لتسمعه لاستلت من قلوبهم الجحود والنكران. يبقى العمل إيه؟ ما تسمعش له. ولو كانوا واثقين من انه في شيء من الباطل كانوا يقول لك يا اخي اسمعوا، من مصلحتنا انك تسمعوا، لانك هتلاقي كلام ملوش ايه، ملوش اصل. لما تقول له ما تسمعوش، فكان يجب على السامعين لقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ان ياخذوا من هذا انهم يشهدون ان القرآن مؤثر في الفطرة الطبيعية. وكانوا يقول لهم انتوا كذابين، والا لو كان الكلام ده مش صح كان من مصلحتكم انكم تقولوا ايه اسمعوا القرآن. طب اسمعوا شوف عايز يقول ايه. ولذلك الناس اللي بيجيبوا في جدل وبعد ذلك يقول لك القرآن وفيه مش عارف اكذا وفيه لحن وما فيش فيه لحن، يقول له بقى انت يا فاقد الملكة العربية في القرن العشرين تيجي تقول القرآن فيه لحن وهو نزل على اساطين اللغة قبل ان تفسد الملكة، وما استطاعوا ان يردوا ويقولوا له يا شيخ انت بتقول كلام بليغ ولا بليغ ولا حاجة، ما هي دي كذا ودي كذا ودي كذا، بقى انتوا اللي جايين تستدركوا عليه النهارده. بقى اصحاب الملكات القديمة اللي كانوا كفار ابقى الله الكفر الكافر علشان يثبت ان التحدي له معنى، والا لو كل لو الناس امنوا به كلهم كنا نقول ما هم امنوا به وسطروا ما فيه وخلاص وخلاص، انما لا فضل كفرين وبيعندم علشان ان كان فيه حاجة يقول له ايه يطلعوها ويظهروها، يقول لك الف لام ميم حاميم الف لام را ايه المعنى، يقول لك سمعه العرب الذين معروف عنهم عشق الاساليب وعشق البيان وعشق الاداء، ومع ذلك ما استدرك واحد منهم وقال له انت ايه الف لام من دي، يبقى فاهم منها ولا ما فاهمش؟ يبقى فاهم منها، بس احنا ما عندناش ملكه ما احناش عايزين نفهم منها. نعم. وهم ينهون عنه وينأون عنه ليه؟ قال لك لان هناك فرق بين ضلال الذات واضلال الغير. ضلال الذات ادي لها جرم، هناك في آية تانية هيقول ايه لا تزر وازرة وزر اخرى، مش كده؟ وآية اللي يحملوا اوزارهم ايه كاملة ومن اوزار الذين يضلونهم، قال لك بقى بيقول لا تزر وازرة وزر اخرى وبعد يقول لك هيحملوا اوزارهم واوزار غيرهم، قام قال لك لا ده الوزر الاول وزر ضلاله في ذاته، انما الوزر التاني وزر اضلال الغير، يبقى ده ذنب وده ذنب، يبقى ما خدش وزره وزره اخرى، ده الاثنين بتوعه، لان ده وزر الضلال وهذا وزر الايه وهذا وزر الاضلال. وهم ينهون عنه وينأون عنه. ولا تعتقدوا ان ذلك يؤثر في مجرى الدعوة ولا مسار البلاغ الايماني من محمد، وانما سينصره الله رغم كل هذا. ليه؟ لان ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. والى لقائنا اخر ان شاء الله.